دوزتيها مرور الكرام. كيفاش وقع لي كيفاش وقع لي وقع؟ واش باك باش نسمعها مزيان انا غادي. واش باك هذا باك لوالدك؟ اقسم بالله العلي العظيم اللي فوق مني ومنك اخي باطر الى الاب ديالي من حميم دم. او اقسم بالله العلي العظيم. اقسم بالله يا خويا لك بي انا كل كلمه تقولها اقسم بالله العلي العظيم الى الاب ديالي من حميم دمي هو اللي تاد عليه في عمر 13 عام. وكانت واحد الاستي اختي مشات لواحد البلاصه اخرى بعيده. يا بدر تزوجت بواحد السوري. اللي درت بزاف. كيفاش تزوجت بواحد السوري؟ تزوجت بواحد السوري درت بها 4 سنين. بلاتي راه ما وسمعتها مزيان. تزوجت بواحد كيفاش؟ تزوجت بواحد السوري. واحد السوري تزوجت به حيت اوروبا كتعترف بالزواج مثليين. أو اقسم بالله هذه فاش مرت بزاف. حلف لي برحمه والديك بحياتك. اقسم شوف الله يعطيني الكونسير في الكبده الا كذبت عليك. تزوجي بسوري حتى هو. تزوجي جواج ودرنا العرس ودرنا في النمسا في المانيا. السلام عليكم. بغيت نقول لك شكرا بزاف مادام وصلك هذا الفيديو هذا الا وانت من الناس الاوفياء ديال هذا البرنامج وبلا شك انه تيعجبك. ما تنساش انك تخلي جيم وكومونتير وبارطاج. وبالنسبه للناس اللي عاد جاوا جداد وغيكتشفوا هذا البرنامج هذا مرحبا بكم معنا في العائله ديالنا. وان شاء الله هذه العائله تزيد تكبر وما بقى لنا والو باش نوصلوا 2 مليون. اللي مازال ما مشاركش يشارك وعلى الاقل خليونا غير المدينه ديالكم باش نعرفوا شكون هي اكثر مدينه عزيزه لهذا البرنامج هذا. السلام عليكم. تفضل اخويا كريم عاود كاع داكشي اللي بغيتي انا نسمعوك كريم. واخا خويا بدر قبل كل شيء كنشكرك بزاف ونشكر الاضمين اللي خدامين معاك. كنوجهو لهم التحيه الله يحفظهم. يعني المحتوى ديالك زوين نقي ويعني كيعاودو الناس وكيفرغو الناس خلوفهم. وتبارك الله عليك وكنشكرك الله يوفقك في حياتك. الله يكبر بك. انا كنت باغي غير نعاود لك يعني فهمتي واحد القصه كانت وقعت ليا من صغري ومازال حد الان. مرحبا شوقتيني يا خويا كان نسمع قصتك. الله يحفظك. انا واحد الدريله كبر في واحد الاسره يعني واحد الاسره يعني ما خصها حتى حاجه. يعني الاب خدام مزيان ومخدمه مزيانه وكبر مع 6 البنات. انا وصل في الدار يعني صغير يعني كلشي بنات كلشي تزوجوا بكري. انا وصل في الدار في العرس ديال واحد الاخت ديالي الصغيره. حنا القبائل ديالنا ممنوع الاب يمشي حضر العرس ديال بنته. اللي كيمشي وكلشي مانيضر للاب. صافي جلست مع الاب ديالي في الدار. كان هو خدام يعني مخلن تخصو من حتى شي حاجه. في 2007 تكون عندي 13 عام كنت معاه في الدار. يعني كنا كنلعبو هكا. قال لي جلس معايا بلا ما تمشي للعرس. انت ما مشيتيش للعرس؟ لا قال لي ما تمشيش جلس عند بابا كنلعبو انا معاك شويه في البلاي ستيشن. هادي كنت ديك الساعات كنقرا في السابعة. عقلت عليها في 2007 كنت في عمري 13 عام. قال لي صافي جلس مع الاب ديالي. تعشينا انا وياه. جلسنا انا وياه صافي. انا كيعاود لي الحكايات وداك الشيء. جلسنا انا وياه نعسنا في الصالون. وفي الاخر كنت فاجئ بلي الاب ديالي كيتحرش بيا. زعما كنقول ربما انا عزيز عليه بغى يعنقني ولا شي حاجه. بغى يعنقني ولا شي حاجه. ومهم وقع لي وقع وقال لي غتعاود شي بلاتي بلاتي راه دوزتيها مرور الكرام. كيفاش وقع لي كيفاش وقع لي وقع؟ واش باك نسمعها مزيان انا غادي. واش باك هذا باك لوالدك؟ اقسم بالله العلي العظيم اللي فوق مني ومنك اخي باطر الى الاب ديالي من حميم دم. او اقسم بالله العلي العظيم. اقسم بالله يا خويا لك بي انا كل كلمه تقولها. اقسم بالله العلي العظيم الى الاب ديالي من حميم دمي هو اللي تاد عليه في عمر 13 عام. وكانت واحد الاستي اختي مشات لواحد البلاصه اخرى بعيده وجلست معاه في الدار. واو واو
قلت راه الراس ديالي فهاد اللحظه راه وقف. اقسم بالله اخويا بدر. واو. اخليها الله وصافي. ومازال حتى الان كنعاني وبزاف. المهم انا نعاود لك القصه وتعرف كل شيء. خذ شوف تاع 10 سوايع عاود لك تاع 20 ساعه نباتو حتى الله غد ليه وحنا معاك. الله يحفظك اخويا بدر. اها قلت لك صافي. قال لي شوف قال لي راه الام ديالك راه تبقى ليها واحد اليومين راه غادي ترجع وخواتات كانتك تقول لها شي حاجه راه الا قلتي شي حاجه راه غادي نضربك غادي شحم. المهم قال لي غادي نحرقك في يديك راه عندك. قلت صافي صبرت معاه صبرت صافي. ما قاومتيش ديك اللحظه ما قلتي بابا انا ولدك. ما نقدرش نعاود لمالين الدار. واو حيت الى عاودت لمالين الدار قال لي غادي نخرجك من الدار قال لي غادي نشعل فيك العافيه غادي نحرقك قال لي وياك تعاود شي حاجه. قلت لي صافي ما غاديش نعاود. ايوا مهم ايوا صافي مهم رجعت للدراسه ديالي كما انا صافي. زدت واحد النهار واحد النهار ثاني تنبغي ندوش وما كنلقى يعني الماء ديال الدوش ما سخون كيحرقني ما كنلقاش ندوز ما بقيتش كناكل يعني مرت بزاف ما بقيتش كما كنت تبدلت ما بقيتش يعني بسببه هو انا كيفاش نقول لك راه وصلت واحد الحاله لا اله الا الله وصافي. كيفاش ما سخون حيت انا هو الولد في الدار حيت ما عندناش الولد في الدار انا هو الولد في الدار انا هو الولد الصغير في الدار كلشي بنات. ايوا صافي من وقعت الواقعه 13 عام هكاك وصلت التركاتريا صافي كنسقط ما بقيتش كننجح صافي صافي. من وصلت التركاتريا صافي سقطت ما نجحتش خرجت كانت في عمري ديك الساعه 16 عام والله الا قصص بزاف. صيفط لاكارت ديالي صافي خرجت من عنده. كانت الام ديالي خدامه واحد الخدمه يعني زوينه يعني خدامه مع موظفه كنت سرقت ليها شي فلوس ومشيت درت طريق تركيا انا وشي دراري وكان واحد السيد يعني قال لي راه نتوسط لكم كنعرفوا انا قلت ما تقولش الوالده عافاك توسط لينا هاد الفلوس انا نجيبهم ليك وشوف ليا كيفاش راه بغيت نخرج من هنا ما كنتش بغيت نشوف الكماله ديال الواليد نهائيا بغيت نهرب من الدار صافي. قال لي صافي انا غادي نشوف لك صافي. سرقت الوالده 4 مليون عندها في الماريو سرقت ليها 4 مليون صافي. مشيت داك السيد قال لي راه غادي نديوك غير وجد الفلوس هما كلشي. قلت لي صافي الفلوس راه موجودين. ديت لي الفلوس وصلت تركيا انا وشي دراري وصلنا تما يعني ملي كنوصلوا البلاصه ديال رجله راه كنمشيو على رجلنا تقريبا جوج كيلومتر ثلاثة كيلومتر 4 كيلومتر حتى كيتلقى معنا واحد السيد اخر وكيمشي معنا واحد اخر بحال قلتي الكيد كيمشي معنا واحد تيتلقى معنا واحد بلغاريا صربيا حتى وصلنا للنمسا. ملي وصلنا للنمسا تما صافي رحبوا بينا البوليس ديالهم يعني واحد ترحب شنو نقول لك رحبوا بينا عطاونا حويجات عطانا كلشي دخلنا واحد الكامب. وملي دخلت تما تقريبا في 2016 يعني لقيت راحتي تماك واخا ما عنديش اللغه ناقصه شويه ما عندي حتى شي ديبلوم في حياتي حيت انا كبر مع البنات مقرفص كبر مع البنات وما خاصني حتى حاجه كل شيء كاين موجود هنا في الدار كبر مع البنات يعني ندمت ما تعلمت حتى حاجه يعني عشت واحد الاسره في الشارع بزاف فهمتيني. وهذا ما كان قلت لك ملي وصلت تما صافي تصرفت على واحد السوري صافي قال لي راه غادي حيت بزاف ديال اللاجئين السوريين كاينين في المانيا في النمسا والمانيا. المهم تعرفت عليه قال لي راه غادي نعاونك تخدم وهادي وصبار وهادي صافي تعلمت شويه ديال اللغه. المهم صافي سقط في هاد المثليه الجنسيه يعني كانت هو كيستغلني ومشيت مره خدام راه ما خدامش وانا ساكن معاه. فاش قفرتها اخويا بدر مني مشينا لواحد الجمعيه تما يعني اوروبا كتعترف بالمثليه الجنسيه هما شنو كيقولوا لك شحال من واحد في المغاربه دابا والجزائريين ولوبيا ومصر تيكذبوا عليهم تيقولوا لهم حنا مثليين جنسيين باش يصيبوا لهم ورقات يعني تو باسبور احمر ولكن هما شنو كيديروا
كيدوزو لك واحد الشبكه في الراس، يعني كيشوفوا الخلايا ديالك واش انت بصح كما كتقول ولا غير كذوب، حيت داكشي من هرمونات ماشي باش تمثل على شي واحد باش انت تاخذ الجنسيه. صافي دوزي مع داك يعني داكشي حقيقي. صافي شديت الباسبور في مدة 24 ساعة. نوقفوا في واحد النقطة، باش من نهار تعدى عليك الوالد ديالك حتى نهار مشيتي لتركيا ما كنتيش دير شي حاجة ولا حتى لتركيا ولا شنو اللي درت؟ يعني منين تعدى عليك الوالد ديالك ولا حتى وصلتي لصربيا ياك ما عمرك درتي شي حاجة؟ لا ما عمرني درت شي حاجة حتى وصلت النمسا وتلاقيت بعث السوري. اها حيت واخا كنت انا كبر مع البنات وكانت كبرت فيا المثليه الجنسيه وكان الاب ديالي كيشهد فيا داك الشيء، يعني انا المشكل ديالي كنت كنخاف وكنتهرب، ومني وقع لي داك الشيء مع الاب ديالي ما بغيتش مازال نتلاقى مع شي واحد اخر، فهمتيني؟ بحال الاب ديالي كيفاش نقولها لك، فيه الخوف في بزاف ديال الحوايج. الاب ديالي دوز معاه واحد اللحظه صعيبه بزاف، راه كان باغي يخنقني داك النهار، كان قال لي غتقولها غنخنقك، درع عليا مخده قلت لي لا ما غنقولهاش. او فاش دابا هذيك النقطه بغينا نوقفوا، فاش تعدى عليك كاين مره واحده باك؟ ماشي مره واحده، اقسم بالله الا بزاف المرات. بزاف المرات، بزاف ديال المرات، وشحال من المصطلحات والقناه ديال المحترمه راك عارف اخويا بدر، بزاف ديال الحوايج كيجيبهم ليا دانون، كيجيبوا ليا كيقول لك اشنو ديال دانون، بزاف ديال الحوايج. ويلي وقلت ديال الله ليوم الدين ما نسمحش ليه. انا كنت هضرت مع واحد المحامي قال لي اجي عندي، ولكن قال لي الا بغيتي سميتو قال لي خصنا من الاول ونبداو، قال لي راه قال لي ما غاديش تربحوا، قال لي كل اب ديالك بوحدو اللي تعدى عليك تقدر تربحوا، ولكن انت داير علاقات في اوروبا وسميتو رجعتي للمغرب ثاني، قال لي راه ما يمكنش ليا. يعني ماشي غير مره واحده، ماشي مره واحده كيتعدى عليا من 2007 زيد حتى 2016، حيت ما عندي فين نمشي وانا بارد الكساف كما كيقولوا، بارد الكساف يعني برد كساف وما خدامش، ما عمرني خدمت في شي قاسحه. حيت كبرتي مفشش حتى الدري الوحيد اللي كان؟ كبرت مع البنات بزاف، وكنت كانوا يعني كيفطلوني على البنات بزاف، هذا هو هذا غير ولد، هذا غير ولد، راه بوحدنا اللي عندنا، وهذا خليه ما يتذكر في الشحن. والله جاتني البكيه قسما بالله. قلت لك الشيء اللي كاين، ومني وصلت مني وصلت النمسا صافي تعرفت على ذاك السيد، عاوني خدمت وصافي عطاونا دوك باسبور. ملي كيعرفوك بانك مثلي جنسي كيعطوك باسبور في 24 ساعه، ولكن كيقول لك واحد القضيه، كيكون داكشي عندك في وريقات وتيمنعوا لك بزاف ديال الدول ما تسافرش ليهم، حيت هذوك الدول ما كيتعترفوش بهذا الشيء بحال ماليزيا، اندلسيا، باكستان، السعوديه، ايران، بزاف ديال الحوايج. الو فكم كلشي درجه؟ الو عافاكم كلشي درجه باش ما يقوش اللايف، كلشي بقى يبرك على الجامعه، عافاكم وكتبوا المدن ديالكم، عافاك عافاكم فهاد اللحظه كلشي يبرك على الجامعه، الله يجازيكم بالخير، كلشي بقى يبرك على الجامعه وبارطاجي، كلشي دير بارطاجي والمدن ديالكم. الو كريم، الاب ديالي معروف هو موظف، كريم ما سمعناكش. كريم ما سمعناكش، سمعنا حد بان منعوا عليك انك تمشي شي دول، كلشي دير بارطاجي. منعوا عليك كيديروا حنا في الباسبور عندنا منعوا على شي دول، ولكن المغرب تقدر تدخل لي، ولكن الباسبور ديالك تيكون في داك الشيء. رد كي كان الميكرو في الاول عافاك. اها كتسمعني دابا خويا؟ بابا كنسمعك دابا مزيان. اها كملي اخو. قلت لك منعوا علينا شي دول كما قلت لك اللي متشددين شويه باش تدخل لهم تسافر لهم، وداروا لي في الباسبور بانك انت سميتو كتحمل الجمعيه، الا كنت في اوروبا ما كاينش اللي يهضر معك، ولكن الا كنت خارج من دول العرب حنا ما كنتحملوش المسؤوليه ديالك الا ضربك شي واحد ولا شي حاجه. انا الغلط اللي درت اخويا بدر، تزوجت بواحد السوري. اللي درت بزاف. كيفاش؟ تزوجت بواحد السوري. كيفاش؟ تزوجت بواحد السوري درت معاه 4 سنين. بلاتي راه ما سمعتها مزيان، تزوجت بواحد كيفاش؟ تزوجت بواحد السوري، واحد السوري تزوجت به، حيت اوروبا كتعترف بالزواج المثليين. اوو اقسم بالله هذه فاش مرت بزاف. حلف لي برحمه والديك بحياتك. اقسم شوف الله يعطيني الكونسير في الكبده الا كذبت عليك. تزوجي بسوري حتى هو. تزوجي زواج ودرنا العرس ودرنا في النمسا في المانيا.
حيت هما ملي كيشوفوك باغي تتزوج وداك الشيء تيساعدوك تما في اوروبا. وعطاونا الشقه في المانيا وجلست معاه تقريبا 4 سنين ما خدام حتى حاجه مكرفاس. تتبغي شحال تقول بغيت نسافر لشي حاجه ما عندكش الحق تسافر حيت كتسمى مزوج ما عندكش الحق تجي تهرب للمغرب ما عندكش الحق. الباسبور ديالي مخبي ليا ورقه ديالي مخبي ليا ما يمكنش لك. شحال واحد كان تنجي تما تنعاود لي كان واحد المغربي كنعاود لي تنقول لها كيفاش تيقول لي راه ما يمكنش لي نساعدك هو ريفي وكان في المحكمة ديال برلين قال لي راه ما يمكنش ليا نساعدك حيت انت مزوج بها هو تحكم فيك راه ما يمكنش ليا نساعدك خاص هو يطلقك باش ترجع للمغرب. وصافي وصافي ملي ما تفاهمناش وشفت شي ناس تما قلت لهم ودي بغيت نرجع الأون ديالي انا مرات وكنبكي مرات ما بقيتش كناكل ما بقيتش كنعس. كريم حيت هذا الموضوع ما عمرني سمعت انا قصه بحال هكا اول مره في حياتي غندوز باي شي قصه بحال هكا. كيفاش تزوجت به؟ كيفاش كانت العلاقه بينك وبينه؟ كيفاش بحال راجل ومراته؟ كانت العلاقه بيناتنا انا وياه تكتبنا انا وياه حيت كانت عندي لاكارت ناسيونال ديال النمسا تكتبنا انا وياه حيت كان هو تقريبا ضرب تقريبا شي 9 سنين ولا 8 سنين تماك هو الاصلي من حلب سوري. مصطفى حتى هو سجل الجنسيه ديالو تما وخدام تما كانوا كيحكي في هادشي ديال الموضوع ديال بحال الراجل ومراته مثلا بحال طوب ليه الفطور العلاقه حنا العلاقه فاش درنا انا وياه فاش تزوجنا انا وياه كتبنا وكانت لقاء زوينه في المانيا كيرحبوا بك كاين تبارك الله التمر تما والحلوه والعصير وشحال من واحد جا وحضروا لي وتصاور دايرين تصاور وسميتو واحد العرس بحال المرأة والراجل يعني درنا العرس وعطونا الشقة باش نجلسوا فيها تقريبا مدة شهرين وكيختاروا لك البلاصة فاش غدوز شهر العسل ديالك وكتكلفوا لك المصاريف حتى كدوز تقريبا عام ونص يعني كيتهلاو فيك. وصافي دوزنا انا ويا العرس جلسنا في الدار وحدة تنخرجوا مرة انا كنمشي نخدم حتى هو كيمشي يخدم مره ما كنمشيش انا نخدم حيت قليل حيت انا ما عنديش اللغه كما قلت لك تنبقى غير في الدار هكا مره كنطيب ليه هو كيمشي للخدمه كيرجع ولا كنمشي نقابل حتى انا المحل واخا ما كنعرفش انا اللغه كما قلت لك. المهم مع الراجل ومراته جاب الله تخاصمنا انا وياه ولا شي حاجه خصني نحترمو خصني ما نغوتش عليه خصني ما نمشيش عند شي واحد اخر خصني نلقى عندي شي ابيل يعني راه ملي كديروا الكارت تما في سميتو في الجمعيه خاصك ضبط القوانين ديالك. انا مرض قلت لي ساقوا اليوم انا نضع الخبر بانني تزوجت صافي راه مصيبه غير خواتاتي والامام الاب راه عارف شنو كاين. قلت لك مرض فيها بزاف مرض فيها عرفتي دخلني واحد بوم زوين ما بقيتش كناكل ما بقيتش كنعس مرض فيها بزاف والله العظيم ما مرض فيها. ايوا الشيء اللي كاين كنت في الاول كنفكر كنقول اوروبا هي اللي غتبعدني من الاب ديالي ونلقى فيها الحريه وغادي نخدم فيها ولكن للاسف اوروبا الا ما عندكش اللغه ولا ما كنتيش يعني انسان واعي ومثقف وسميتو راه صعيب عليك هادشي ما خدامش هادشي. ايوا صافي جلست معاه تقريبا مده 4 سنوات صافي وصافي طلقنا انا وياه واحد النهار جيت لعند واحد السيده تما مغربيه قلت لها شنو واقع لي قالت لي راه غادي نعاونك ولكن هو خصو يطلق منك حيت ما يمكنش لك تدخلنا بين دري ودري ملي كيتزوج بين ما عندكمش الحق تدخل بيناتهم تما في المانيا ما عندكش الحق صافي راه مزوجين وكتعلقوا الرايه في الشرجن ديالكم ديال المثليه صافي داك البيت خصها تحترم ديك الشقه راه فيها ناس مزوجين. ايوا صافي فاش رجعت للمغرب انا رجعت قبل كورونا رجعت في قبل كورونا شنو كيفاش نشرح لك رجعت للدار الاب ديالي مابقاش كيهضر معايا مابقاش كنهضر معاه الام ديالي مريضه حيت زدت ليها الفلوس ما قلتليهاش راه فين مشيت وفين انا كنت فهمت بقيتها مريضه حالة خواتاتي يعني ساقوا لي الخبر بأنني أنا كندير هادشي
حيث الدراري ديال البلاد مني انا كنت في سميتو بغيت زعما نفقسهم، قلت لهم بانني انا في اوروبا راه وصلت وانتم باقيين تما انتم ما خدامينش، انا وصلت لاوروبا وصيفط لهم التصاور صافي وراو التصاور لخواتاتي. شنو راو التصاور شنو التصاور فيهم؟ راو التصاور ديال العرس ديال التعنيقه ديال مشحال من حاجه. واه اه راو التصاور لخواتاتي لحد الآن مابقاش كيهضر معايا خواتاتي حتى فاش وصلت وحتى في العيد الكبير صونيت عليهم والو، شحال من مره شديت المره ديالهم بالطبلوكه وليا والو. الاب ديالي قال لك نهار دخل الدار غنجيب لك المخزن ما تخرجش عندي للدار، ما كنعرفك ما كتعرفني. الام ديالي مريضه تقريبا دابا راه مريضه، قال لي واحد الدريب اللي مشلل قال لي بسببك راه تشللت الام ديالك. خواتاتي قالوا لي ما تقرب للدار، قالوا لي بانه رجالهم الا جاب الله تقربتي للدار ديالهم ولا شي حاجه راه غيضربوك، ما تقربش لهم للدار. ودابا حاليا راني في مراكش، فواحد البارطمان ديال واحد السيد هو كاين في الامارات. دابا راني مره واكل مره ما واكلش، مره ناعس مره انا كنفكر شنو كندير. حاولت بزاف ديال المرات ننتحر، قلت هادشي ما خدامش ليا، نصبر ونعاود نقاوم ونعاود نقاوم. راني في واحد البارطمان في مراكش انا، لا اله الا الله وصافي. مابقاش عندك الحق ترجع لاوروبا؟ مازال عندي وراقي، مازال عندي باسبور ديالي، ما بقيتش بغيت نرجع لتماك. حيت تماك واخا تما تبارك الله كلشي موفر، وتقدر واخا ما خدامش تقدر تعيش وتاكل، ولكن تنقول ربما داك البلد ديال الظلم ما بغيتش. كنشوف داك الشيء، كنشوف كتفيق و كيفاش غنشرح لك؟ ما كرهتش انا نخدم هنا ولا يساعدني شي واحد ولا هادشي اللي بغيت. انا ما بغيتش شي واحد يعطيني، بغيت غير يساعدني غير نخدم على راسي فقط، ماشي يعطيني غير يساعدني نخدم فقط. دابا حاليا انت مازال مع شي خالي يجي يجي لي ولا شي حاجه؟ لا، واحد السيد من مراكش هو خدام في الامارات قال لي هاد الدار سير ليها جلس فيها الا بغيتي تجلس فيها. هو هما كيجيو مره ما كيكريوهاش، قال لي ابارتمون جلس فيها هادشي اللي كاين. انا راه جالس فيها مره خدام، مره جالس مره كندير شي ديال ريستورات، مره كنخدم في المدينه تقريبا شي شهر ونص في الليل. قالوا لي صافي، قال لي السيد راه تنعاود نعيط عليك ما عرفتش علاش. خدمت في القهوه بشي ايامات حبسوني، قال لك تنعيط عليك ما عرفتش شنو هو المشكل. اي اش نقول لك؟ اي واحد دابا ما عرفتش، ما الاصدقاء اللي كنت كنعرفها في الدراري كلشي العائله كلشي طبلوك، يعني ما فهمتش. انا كنت دوز العيد الكبير في الدار بوحدي، كنت باغي نحماق. والله ما هو قصه اخويا والله. وتقريبا نص ديال بلادي كما كنقولوا، نص ديال البلاصه فين كنسكن انا عارفيني انا مزوج بهاد السيد، أغلبية ما كيحملنيش. دابا تما لي الحوان تما مني مشيت نشوف الوالدة كندق في الباب ما بغات حتى واحد يحل ليا، تما الحان قلت لي بغيت نتقدى شي حاجة الوالدة قال لي ما تقربش ليا الحانوت. وحاليا مازال بديك طريق؟ حاليا راني في مراكش في كيليز. مازال بديك طريق؟ مازال ما نكذبش عليك، راك عارف البلية ضعفوا علينا، وكنتمنى بغيت غير نوصل واحد الميساج عباد الله يرحمك الوالدين الله يخلي لك والديك. واحد الميساج الناس، عافاكم واخا تكونوا لاباس عليكم، عافاكم عافاكم عافاكم. الا عندكم دري واحد في وسط البنات حاولوا تخرجوه، حاولوا يتخاس مع الدراري، حاولوا يلعب الكره مع الدراري، واخا ربع سنين ثلاث سنين ماشي مع الدراري، يضربوه ماشي مشكل، يلعب الكره ماشي مشكل، ضروري الدري يخرج من الدار. هذا هو انا السبب ديالي الدار. ما يكبرش مع البنات. كبرت مع البنات بزاف وكان عزيزين عليا بزاف، ولكن دابا مابقاش حتى وحده كتحملني. باش تفكر زعما ترجع للمكان اللي كنتي فيها دري، تبني تعاود تبني من جديد، تصلح الماضي ما عرفتش. بدر ترس كنشوف ملي كنت عشت في المانيا 5 سنين، كنعس كتفيق كتلقى واحد الحياه زوينه
كما شغنقولها لك، ونزوج بواحد السيد، داكشي القران ديالنا والله ديالنا والدين ديالنا ما كيعترفش. بقول والله شوف والله العظيم انا كنت في المانيا عايش، شغنقولها لك واحد الحاله زوينه والفلوس وكل شيء، وهاد السيد كيحترمني وعزيز عليا وهادي، ولكن ما مرتاحش داخليا. كنشوف القران شنو قال، شوف الله عز وجل شنو قال، شوف شي ما خدامش. كان مرض، كنبكي، تندم. علاش ما رجعتش لتما وتعاود تبدل؟ ممكن تبدل من هذيك. لا خويا بدر، الا رجعت لاوروبا ما غاديش نتبدل. علاش؟ حيت اوروبا كاينه الحريه. لا انا قلت لك تمشي باش تبدا صفحه جديده. بغيت نبدا صفحه جديده، ولكن المشكل انت واخا انا غنبدا صفحه جديده، ولكن اولا اللغه عندي ناقصه. ماشي غير نمشي لاوروبا ديالك، ترى شحال من واحد كيمشي غلط كيقول لك انا غادي نمشي غادي نحرق. لا راه ما عندكش اللغه وما كاينش اللي مديك يد مساعد، راه تما تقصح بزاف. على الاقل تمشي وتكافح، وداك الشيء اللي ما دوزتيش صغرك وتحرب انت ديرو دابا. انا بغيت حاجه وحده، بغيت نشوف غير ماما قبل ما تموت، بغيت نشوف غير ماما. بغيت نشوف الام ديالي، راه من زدت لي الفلوس ومشيت حركت ما بقيتش، بغيت غير نشوفها وصافي. قالوا لي مش لا، وماري نطر قالوا لي ما نجيش للدار. والام ديالي كنصون عليها كتقول لي لا ما نجيش، انت كدير هادشي لا ما نجيش. ملي كنفكر الام ديالي ضربني، تبغينا ندخلو ونضربو معاها؟ لا محيد هذيك النمرة، مش حمرة صريت عليها جوج مرات. واحد الدري صفت لي النمرة من العائلة وحيدتها بلوكاتني، عاوتاني صفت لي النمرة جديدة بلوكاتني. زعما لا دبرتي في النمرة ونعاودو نعيطو لها؟ واخا خويا بدر الله يحفظك، قلت لك شحال من مرة حاولت غنهضر معاها، بغيت غنعنق الأم ديالي نقول لها سمحي لي صافي شي اللي بغيت. وعلى قصه بزاف على الخصوص، انا بغيت نعرف علاش حنا لاباس علينا، والاب ديالي ما خصو حتى حاجه، وانا كنذكر في دابا ما خدام حتى حاجه. انا هذا هو المشكل بسببه انا هربت. علاش مش انا في نظري كريم؟ عافاكم كلشي درجام، عافاكم كلشي درجام، عافاكم فضل هذا برك على بقات برك على جاب وبارطاجي، وكلشي كتب المدن ديالو راه اللايف بلوكي كريم. وي خويا بدر، علاش كريم زعما ما تمشيش لتما وتبدا صفحه جديده، وتقدر تعاود تجوج بوحده تما وتبدل كل شيء، وداك الشيء اللي مشيتيه دمتي تعاود تبنيه؟ دابا انا خويا بدر راه بزاف ديال الناس كيمشيو غالطين، وانا الا غلطت سمحوا لي. دابا انا الناس من الانسان كيكون مثلي، انا ما يمكنش لي يتزوج، انا ما يمكنش لي يدير وليدات. راه واخا كيتزوج راه كاين اللي مزوج وعندو الوليدات غير على قبل العائله وصابر وصافي، انا ما يمكنش. انا تعذبت بزاف صغري. زعما كاينش شي حل زعما تعاود ترجع لحياتك؟ انا الحل اللي مازال عندي هو انني غير خصني شي واحد يعاوني نخدم وصافي، هادشي اللي بغيت. من غير الخدم، من غير الخدمه زعما ترجع لحياتك، ترجع للمكان ديالك، ترجع تعاود تبني ما عرفتش والله ما عرفتش. انا انت تصدمت مني تزوجت، تصدمت كيسحب لي واش تزوج وصافي يلا الله يعاوني ويعاونك انا غنمشي بحالي. لا حتى قال لي واحد السيد راه واش انت حماق في المانيا؟ قال لي انا ما يمكنش. قال لي ملي كتزوج بشي واحد هنا راه بحال كيما كتزوج بالبنت في المغرب. قال لي راه ما يمكنش لك تمشي وتخليه ولا شي حاجه ولا شحال. قال لي راه كيتحكم فيك. هذيك فاش مرض هذاك الزواج اللي مرضني، لقيتي صافي ولا خبص حالك، خاصك تتعامل بالانوثه. خاصك تتعامل معاه وتحترمو بزز بزز. راه كان موقفاتش معايا واحد السيدة تما عطاتني الفلوس باش نقطع الديارة، وقالت لي عافاك راه الأم ديالو مريضة غير طلقو خليه، راه ما يمكنش يطلقني. راه قال لي لا راك عزيز عليا وكنحبك، ومن نهار جيت لهنا راه بغيتك وهادي وهادي، راه دوز مع 4 سنين راه مسالاش. لا خليها الله وصافي. الاب ديالي قال لي صافي، قال لي نهار نقرب نموت قال لي هادشي غنكتبو لليتامى ولا دار العجزة، قال لي ما نخليك حتى حاجة. هادشي اللي مخوفني انا كتعرف المستقبل دابا صعيب. ما قلتيليش بلي انت سبابي وانت اللي ضيعتي لي؟ قلتها لي، قلتها لي، ولكن دابا انا
خايف نعاود للوالده شنو واقع، ما تيقنيش هذه كاينه، تقدر تيقني ولكن خايف تجيها شي صدمه قلبيه ولا شي حاجه، هذا هو المشكل ولا شنو واقع لي انا الولد راه هو اللي خرجني لهذا الطريق. علاش ما تشوف شي طبيب وتعالج و... ما عرفتش في اوروبا شفت بزاف ديال الاطباء قالوا لي المثليين ما عندهمش العلاج، قال لي هادشي كيتخلق في الهرمونات. لا انت ماشي الهرمونات اللي كان عندك فيهم المشكل، انت كان مجرد داكشي اللي دار لك باك، فرق ما بين ان واحد تعرض لداكشي اللي وقع لك مع باك، وفرق ما بين واحد اصلا هرموناته مبدله. انت ماشي الهرمونات اللي عندك فيهم المشكل. راه انا المشي ديالي انسان طبيعي عادي، ما بيا والو، انسان طبيعي وسميته، ولكن الاب ديالي اللي خرجني على الطريق. ولكن داكشي باش قلت لك راه ممكن تصلح. دازو مع كريم، دازو معايا بزاف ديال القصص بحال هكا توما، ولكن شحال واحد فيهم، واحد اقسم بالله هما دول اللي زاد منا عارفين هاد القصه وداز معانا الى رجع الامام ديال الجامع، اقسم رب الكعبه اللي خلقني وخلقك. تيقتك اخويا بدر، تيقتك ما شاء الله ما شاء الله. علاش نهار الواحد تيتوب تيتوب توبه نصوحه ويقدر يعاود يتبدل، وقال لي انا رجعت وداك الماضي مسحته ورجعت حسن من الاول ورجعت راجل ديال بصح، وما بقيتش نفكر في داك الشيء. وبالحياة ولم ملتزم ولا تصلي بالناس قسما بالله العلي العظيم. ما عرفتش واش الحمد لله ولا لا. الحمد لله. انا كنت كنتبعك، انا تبعت واحد القصه ديالك كانت ديال مريم، واحد القصه ديال ما سمعتيش لا داك اللي مرض بالسيده ولا ما سمعتوش؟ سمعت القصه ديال مريم، تاثرت فيا بزاف، والقصه ديال واحد السيد اللي كان هو اللي كان من ناظور، كانت حامله منه مرت خوه. هذوك اللي كنت سمعت. وخاصك تسمع لهذاك اللي مرض بالسيده بسببه، وتا مرض عاد ما بقاش تيقرب لديك الطريق، تا هو كان في علاقه مع واحد مجواج و تيغير عليه من مراته وتي حقا تنبغيه وتيبغيني، ولكن الحمد لله عفا الله. علاش انت ما تفكرش؟ دابا شوف والله ما كان عس بلي، قسما بالله الذي بعث السماء والارض ما عمرني نعس بلي، هذا تقريبا عام ونص كان عس غير ساعتين بالنهار فقط. تنشوف الصور ديال الوالده كان بكي، تنقول شوف كيفاش تربيت، وانا شوف دابا شنو واقع ليا ما خدامش بزاف ديال الحوايج اخواتي باش توقف على رجليك، وشي واحد مننا في الله يبغي يعاونك في خدمها وتوقف على رجليك. بغيت غير شوف انا ما بغيتش شي واحد يعني يعطيني، ولا بغيت غير نخدم بعرض كتافي فقط، يعاوني حتى شي واحد، يعاوني غير بالخدمه فقط. واخا عندي واحد السؤال، عندي سؤال. واخا سؤال خويا بدر، هذا سؤال زعما ممكن غدا تموت، ممكن دابا في هذه اللحظه اللي تنهضروا انا وياك تموت، باش غتجاوب؟ شنو هو العذر؟ ايوا الله يهدينا اخويا بدر، عندك الحق، ولكن الله يهدينا وصافي. هاد ولكن هي اللي شاد، ولكن هي بزاف. ربي تيقول لك نهار تيكون عطيتك 1000 فرصه في النهار، غير في النهار تكون عندك 1000 فرصه باش تشوف 1000 فرصه. متفق معك اخويا بدر، ولكن ما تستغلوهاش. دابا انت عندك 1000 فرصه، واحد النهار يعني نهار تقدر واحد الوقيته تقول يا ليتني كنت ترابه. مازال عندك فرصه باش تبدل، مازال عندك الفرصة باش تبدل. وإذ يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. نعم. ولا خليتي تقتك في ربي وقت تقولها ربي أنا ما باغيش هادشي، ربي غيعينك. والله العظيم إلا كنت عايش كما قلت لك في أوروبا ولكن ما مرتاحش، كنشوف رمضان، كنشوف القرآن، كنشوف ما كيبقى في رحمني، كيصوروا لي يد لك ولا إحنا غاديين للتراويح ورا غدا رمضان، كيبقى فيا الحال انا وهذا غير كيجيب الشراب كيسميتو وصاد الدار وجالس حدايا ومقلق. انا ديما معصب، لا ما كتعطينيش وقت. واحد النهار كان باغي يضربني، كان باغي يقتلني، قال لي انا ما عطينيش الوقت، علاش خليتيني انا هادي وهادي، تعلقت بيه، قال لي عطيني وقتي، نسى المغرب، نسى هذاك الشيء، حنا في دوله الحق والقانون. يعني اخلي على وفاء في العيد الكبير كيصوروا لي الدراري كيقول لك حنا ذبحنا وهادي، نقول انا ما ذبحنا ما والو. في رمضان كيقول لك تيبزز عليك، تيقول لك خصك تاكل. ما عمرني صمت رمضان، كنت 4 سنين في المانيا ما عمرني صمتو. وكنتي مسلم؟ لا، هو كيقول لي لا، قال لي انا مزوج بك، داك الشيء اللي قلت لك خصك ديرو وخصك دير لي خاطري.
وانت حنيا بصراحه مسلم ولا لا؟ بصراحه انا صراحه حاليا ما كذبش عليك بصراحه كنصلي صراحه كنصلي كنصلي ولكن باقي ما ماشي مسلم حق صحيحي باش نكون واقعي. نتمنى كلشي يدعي معاه في لي كومونتر كلشي يدعي معاه بالهدايه لعل هذا الفضل ربي جابو اليوم باش دعوي يدير تقول له عافاك لي كومونتر تيقول لك غير بين المستجاب حرك دابا الالاف ديال الناس يتفرجوا فيك في هذه اللحظه. يا ربي نرجع غير نشوف نرجع كما كنت نخدم على راسي وبغيت غير نشوف الام ديالي قبل ما تموت حيت قالوا لي مريضه بزاف بغيت غير نشوف الام ديالي صافي نقها وصافي هذا هو الاهم والاب ماشي مشكل هو اللي ظلمني بغيت غير نعنق الام ديالي وصافي واخا خواتاتي شحال هادي ما شفتهمش راه قالوا لي بلي رجالهم ما تجيش عندنا للدار قال لي ما تجيش عندنا راك عارف المنطقه فاش كاينه واحد المدينه محافظه بزاف لاقصى درجه. عرفتي راه اول مره في حياتي كنت نسمع خويا تكربص عليا هادي ولد عمي جيراني صحابي خالي عمي ولكن با اول مره في حياتي من نهار بديت هذا البرنامج اول مره نسمع بان با هو اللي تكرفص عليا والمشكل خويا بدر واش نقدر نبين المدينه فاش كاين باش حتى الناس اللي كيعرفوني يقول الام ديالي باللي ولدك شنو كان راه سمعناه في اللايف الا كاين ممكن غير المدينه عطي غير المدينه فقط تازا في تازا بالضبط ولا في الشعروبيه في تازا؟ لا ودامليل في ودامليل يعني دابا الناس راك عارف من زيد تما المهم راك عارف انت جاي وعارف عارف تما فين كاينين هذاك جوج شانطيات شويه ديال الكفته وفي تيوقفوا الكيران الكفته ودامليل تما يعني الناس اللي عارفين القصه دابا محافظين بزاف فواد امليل بالضبط في المدينه في الفيلاج لا فواد امليل هذاك في ذاك الفيلاج ذاك الفيلاج واي اي اي كريم نتمنى اللي تيسمعوا يدخليه مع امو عافاكم اللي قادر انه يدخل مع امو الناس ديالو تصور اخويا بدر تصور اخويا بدر الاب ديالي والام ديالي موظفين بجوج ما تعطيش عافاك عليهم المعنى بزاف الا كان ممكن شحال من واحد في الدري دابا كيقول لي كون غير عندي الاب ديالي بحالك والام بحالك قال لي تبارك الله خدامين ومكافحين وعندكم الدار في الرباط ما خصكم حتى حاجه وهادي قال لي انت اللي طلعتي زيرو وشحال من واحد دابا كيظلمني انا حيت شحال من واحد كيتلاقى مع الاب ديالي تيقول لي لا راه ما بغاش يخدم راه هو سميتو راه غير كينعس في الدار هو هكا ولا هكا فهمتي الاب ديالي ديما كيظلمني فهمتك يا كريم يا كريم والله العظيم ما بعد عرفت شنو غادي نرجع لاوروبا شحال مرة يكون تعدى عليك شحال مرة تقريبا يقدر يكون تعدى عليك انا من 2007 وهو كيدير معايا هكا حتى التمشيط تقريبا مدة تقريبا شحال مرة هو تيتعدى عليك ثلاثة أربعة مدة قول هو بزاف ديال المدات تقريبا بزاف ديال المدات حيت الام ديالي كاين شي ناس قرابين ليها كتمشي عندهم مره كاين في المسيره في تازه كنمشي عندهم مره كنلقاو انا وياه بزاف خواتاتك كاملين خواتاتي تزوجوا البنات خواتاتي خمسه المشكل ديالهم هما سته المشكل ديالهم هما تزوجوا في الصغر يعني في 16 عام كلشي تزوجوا وحده اللي تعطلات شويه وصلت 17 عام تزوجوا كلهم انا وصل ما يكونش حتى هما تكرفص عليهم ولا شي حاجه لا 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 كنحترمهم بنات كيصليو وظريفين وما عمرهم طاقوش معايا انا كنت ملاصق معاهم داكشي علاش كنعرف دابا نطيب في الماكله ديال الكوزينه اللي بنات وما متكرفش وانت اللي ولد لا 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 خصك واحد القضيه تعرفها ثاني حيت كاين راجل ثاني اللي يغتصب حتى اليوم ما يغتصبش بنات حيت ما عاوتاني يقول لك لا غتكون مشكل كبير وهادي وفيها بزاف وسميتو راك عارف لا البنات كيحترمهم كيقدرهم حتى البنات كيحترموا ملي كيسمعوا راه دخل كيدخلوا كيمشيو للبنت البيت ديالهم كيحفظوا كيقراو وداك الشيء انا ملي كيجي كنجلس معاه تنقلس حداه يعني
انا كنت قريب ليه بزاف. الا كان تيسمع هو ولا الوالده ديالك تتسمع ولا خوتك تيسمعوا ولا رجلك انا الا كانت الام الا كانت الام ديالي كتسمعني انا بغيت غير نشوفها قبل ما تموت صافي هادشي اللي بغيت بغيت غنشوف الام ديالي صافي الاب ديالي كان كيسمعني انا دعيت الله ارادت بزاف ديال المحاولات باش نرفع به دعوه قضائيه قال لي واحد المحامي جوج قالوا لي في مراكش ما يمكنلكش حيت فايت لك درتي علاقات بزاف قال لي كون درتي واحد العلاقه مع الاب ديالك حبستي نقدروا نربحوه ولكن درتي بزاف ديال العلاقات ما نقدروش وخوتك واش كاين اللي كانوا تيسمعوا رجالهم خواتاتي كلهم مزوجين الا كانوا تيسمعوك الا كانوا كيسمعوا تنقول لهم الله يهديكم انا راه ما درت حتى شي حاجه ديرها بليا والاب ديالي هو السبب بغيت غنشوفكم لله وصافي حيت قالوا لي جاوا في الصيف كلهم تجمعوا في الصيف كيجوا في الصيف كيتجمعوا تما وتجلسوا معاه تقريبا سيمانه 15 ما كيرجعوا حيت قال لي واحد الدري مشيت عندهم لقيت البنات راه تجمعوا كلهم قلت لهم فين هو الدري فين هو قالوا لي لا هذاك راه ما بقيناش كنسولوا فيه راه شو هنا اللي كاين كانوا دار غير تصاور اللي دير لي شي واحد في فوتوشوب قالت لي الوالد حيت الوالدة قاري عارفة شنو كاين قالت لي راه ما يمكنش هذاك الشيء هو اللي دارو كريم دابا قلبي تنتمنى تفضل شنو بغيتي تقول كريم دابا انا بغيت غنعرف بحال داك الشيء ديال العقد الزواج وداك الشيء اللي خليت عندك الدري واش ما غير نحرقو ياك ما عندي ما ندير به مازال ابيان سو صح ولكن خفت لا نحرقو ولا شي حاجه يتبعني هذاك ولا ما عرفتش صافي دابا طلقتي من هذاك السيد كان الورقه كان كل شيء صافي نصور لك داك الشيء ولا بلاش نتمنى تصور كاين عندك دابا لا ما كاينش عندي دابا انا ما عندك شي تصاور ولا شي حاجه تصاور اللي درنا انا وياه كاين شي تصاور تقدر تصيفط لي شي تصويره ما نوريهاش ماشي ما نوريهاش ماشي لا ما غنوريهاش في اللايف غير انا نشوفها لا نصيفط لك ماشي مشكله اخويا بدر وانا عارف شنو كاين ماشي مشكله نصيفط لك اوكي واخا عطيني دقيقه كلشي درجه معكم عافاكم اي واحد يتفرج يدرجه كلشي بقى يدرجه